الميزان برضو عنده كرامته وكبريائه وعزة نفسه دول في السماء، يعني صعب قوي يسمح لحد ان هو يجي عليه او يدوس عليه او يقل منه. مش بس لو غالي عليه، لو انت حد معدي في الشارع وقلت له كلمة ما عجبتوش هيمسكك يمسح بكرامة اللي خلفوك الارض، ما بيهزرش. الميزان صعب قوي، يعني دايما بحس ان هو حاجة كبيرة قوي وحاجة ما ينفعش تقل مني، يعني ما ينفعش تقل مني، ما ينفعش تصغرني، ما ينفعش تيجي عليا، ما ينفعش تهني. يعني معلش، الميزان ده من اكتر الابراج بصوا دايما كل برج بيبقى فيه معادلة كده، القلب والعقل وفي بينهم ميكس. الميزان من اسمه معروف ان هو عامل موازنة، لكن في يوم ما العقل هيوجه القلب العقل هيكسب. يعني مش من النوع اللي ممكن يفضل ماشي ورا قلبه طول العمر. هو بيبالانس، بيعمل توازن بين عقله وبين قلبه، لكن لو عقله حس ان قلبه بيميل كده هيفوقه، هيديله على دماغه، وعقله هو اللي هيكسب. يعني لو شاف ان في شخص هو متعلق بيه قوي بس الشخص ده بيجي عليه، شخص توكسيك في حياته او مش كويس، وجوده مش بيضيف لي حاجه في حياتي، وعقله وقفه، بيعرف عقله يكونترول. ممكن يبقى مش بيكونترول او مش بيخليه ياخد قرار نهائي، بس طول الوقت بيبقى صاحي له، بيفوق، لا فوق، خد بالك انت ايه، بتتنازل زياده، خد بالك انت بتيجي على نفسك، خد بالك انت مش متقدر، خد بالك خد بالك خد بالك. طول الوقت العقل بتاع برج الميزان بيدي اشارات، بيوجهه، بيصحيه، ما بيسيبوش نايم. يعني في ابراج تانية لما بيحب خلاص العقل ده بيقف، بيتعمله بلوك، يعني القلب شغال والعقل ما جاش يعني فعلا. لكن الميزان لا، عقله صحيله شغله طول الوقت، ما هو ميزان، فلازم الاتنين يقعدوا يوازنوا. لا العقل لوحده ينفع يمشي ولا القلب لوحده. يعني برج الميزان على قد ما انا بتكلم على انه عاقل وبتاع وعقله بيشتغل وعقله فوق قلبه كمان، لكن في نفس الوقت يعني مش من النوع اللي ممكن ياخد قرار بس بعقله، لازم قلبه يشتغل. لو هو في شخص مثلا مش بيحبه مش هيعرف يدخل معاه في علاقه مثلا او يكمل، يعني مش لمجرد ان هو شايفه شخص مناسب فيلا بينا احنا ننفع ككابل او ننفع نتجوز او نرتبط او ايا كان، لا، لازم القلب يكون حاسس له مشاعر، يكون رايح ناحيته. ما ينفعش ابدا يدخل في علاقه بعقله بس، ما ينفعش يمشي في حاجه في الحياه بعقله بس، مهما كان عقله صح او عقله بيقول له ان الشخص ده مناسب او مثالي او ان الحياه معاه هتبقى حلوه جدا، بس طالما قلبه ما اشتغلش مع عقله شكرا، مفيش قرار هيتاخد. فده بالنسبه لبرج الميزان في حياته عموما، دايما كل حاجه عنده فيها بالانس.